كنت واجدوا اليوم بمقر ستاد فيليب، اذا المعروف ولد الملعب العربي بن مبارك اللي كاين في الملحقه الثانيه ديال التراب سيدي بيوت، بالتنسيق مع جمعيه الامل المشكوره كنظموا واحد الحمله ديال الاعانه والمساعده ديال ضحايا الزلزال اللي مس الوطن ديالنا العزيز. وبهذه المناسبه اذا كنعلنوا على التضامن ديالنا الكامل والتام مع الضحايا ديال الزلزال، وان شاء الله غادي تبقى هذه الحمله مستمره الى حين يعني الناس هادو مساكن يلقاو فين يلقاو ماوى ويلقاو اماكن لائقه لهم من بعد ما فقدوا جميع ما كيملكوا اذا من منازل ومن ملابس ومن اذا الاشياء اللازمه للعيش. اذا كيف ما كتشوفوا كاين مجموعه ديال المساعدات ديال الاعانات اللي كاينين، الافرشه، الاغطيه، اللباس والاكل. السلطه الوصيه في شخص السيد العامل مقاطعات انفا مشكور لانه حتى هو واقف معنا ومتجند معنا في هذه العمليه هذه، وكيسمح لنا باننا نوصلوا هذه الامانه للناس اللي محتاجين فيما يتعلق بكل ما يتعلق بالنقل وبلا سيكوريتي، اذا باش الشاحنات من هنا يوصلوا في امان ويوصلوا بسرعه الى الاماكن المعنيه بالزلزال.